يقول: اقترضت من شخص مبلغا قدره 10,000 ريال عماني من عدة سنوات، وعندما حان وقت سداد الدين الذي علي لم يكن مبلغ 10,000 حاضرا عندي، وصار بيننا اتفاق أن أدفع له كل شهر مبلغ 100 ريال، وهذا ما حدث. وقبل عدة أشهر طلب الشخص الذي أقرضني المبلغ بالكامل 10,000. في الحقيقة الآن عندي 10,000، ولكن سؤالي: هل يحق له 10,000 كامل مع ما دفعت له سابقا، أم يكون إذا أعطيته 10,000 الآن يكون ما أخذه سابقا 100 ريال كل شهر ربا؟ نعم قطعا له الباقي، سدد له بعض الأقساط شهريا، فإن كان قد يعني تجمع عنده الآن ما يمكن أن يسدد الدين الذي عليه فليسدد، لكن الذي عليه الباقي فقط، فمن يعني ازداد فقد أربى، لا يجوز. فليأخذ هذا الذي طلب صاحب الحق الدائن، ليس له إلا ما بقي له من حقه، وهذا المدين لا يدفع إلا الحق الذي عليه، فإن اختصما فإلى القضاء، لكن هذا الذي يلزمهما ديانة في شرع الله تبارك وتعالى.